أرسلتم خريطة الطريق فلنتوكل على الله. اللقاء ديال اليوم هو اللي كينعقد تحت الرعاية المولوية سامية، وكذلك اللي كيتناول واحد الموضوع جد مهم، وهي تعلمات وجودة التعلمات، لأن هي أساس ومفتاح التنمية البشرية بصفة عامة. وفي هذا الاجتماع ديال اليوم اللي كينعقد في 19 اليوم، وهذا 19 لأنه ماشي هو نهار عادي، لأنه بحال اليوم في 2018 فاش سيدنا الله ينصرو عطى الانطلاقة ديال المرحلة الثالثة، اللي كما كيعلم الجميع هذه المرحلة الثالثة المبادرة هي تقريبا يعني مخصصة واحد القسط جد مهم فيما يخص الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة. واليوم يعني مع الجميع كيعرف مع الأسف دزنا من هذه الأزمة الصحية اللي كيعرفها الجميع، اللي هي يعني كان فيها واحد عدد ديال التأخرات واحد العدد ديال هذا. اليوم جاء إن شاء الله ومعنا واحد العدد ديال الفعاليات جايين من العالم كله، واحد التجارب كبيرة مهمة جدا فيما يخص يعني تعلمات، لأن تعلمات ماشي غير قسم، تعلمات راه خص واحد العدد، وماشي غير مشكل ديال وزارة التربية الوطنية، وإنما مشكل ديالنا جميعا، مشكل ديال مجالس يعني المجالس المنتخبة، المجتمع المدني، كذلك إدارات أخرى، وكذلك الخواص. ولهذا جمعنا اليوم جميع هذه الفعاليات باش إن شاء الله مع هذه التجارب الدولية باش نخرجوا بواحد ورقة ولا خريطة الطريق فيما يخص كيفاش نجودوا تعلمات ديالنا على الصعيد الوطني بصفة عامة، ولكن بالخصوص بالعالم القروي وبالهوامش ديال المدن، لأن مع الأسف كنلاحظوا في هذه المناطق اللي هي شوية أدب. اليوم الحمد لله المبادرة الوطنية كنعرفها الجميع بتعليمات وتوجيهات سامية، اليوم كاين واحد المشروع كبير اللي مدير في العالم القروي، هو مثلا النقل المدرسي دور الطالب فيما يخص الفتيات، هذا كاين كذلك اليوم منذ 4 سنوات كاين واحد العمل جبار فيما يخص التعميم التعليم الاولي فيما يخص العالم القروي، واليوم الحمد لله وصلنا واحد النسبة جد مهمة، التعليم الاولي هو اساسي فيما يخص التعلمات من بعد. إذن الحمد لله ان شاء الله كنتمناو، واليوم شفتوا الحضور وازن الحمد لله، نتمنى ان شاء الله باش اليوم تكون مساهمه ديال المبادره في هذا الاطار هذا.